تقريبا حاليا اللي كيستافدوا الدعم ديال مجلس الجهه هنايا كاين مركز النور برشيفة وكاين مركز النور المجد وكاين جمعيه امل لحدا المصحة بالنيس اضيف الى ذلك مدن الجهه كلهم كاين كتواجد فيهم مراكز تقريبا حوالي 16 مركز اللي كاين مجلس الجهه ديال حاليا عندنا 54 مريض، الغالبيه ديال هاد المرضى سو سون دي فام، دونك داكشي باش قررنا بالتنسيق مع المكتب ديال الجهه اننا نخصوا اليوم يعني 100% نساء. جبنا اون شونجي لو بروغرام بور بوفوار اننا نخصوا هاد اليوم العالمي للمراه، جبنا فيه النساء يعني كتكريم للمراه ودورها في المجتمع. كل يوم وكل نساء العالم يعني سعيدات، وكل يوم كل يوم والنساء يعني بصحه جيده. انت لان الصحه هي اهم حاجه، الصحه دابا حنا اللي كنعيشوا في المعاناه وكنشوفوا المعاناه ديال 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 المرضى، يعني اهم حاجه يطلبها الواحد في الدنيا هي الصحه. انت يقول لك الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى، راه بالصح. وكنعمل دياليس الحمد لله ما كتب الله سبحانه وتعالى، وقل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هذه 4 سنين دابا دخلت 5 سنين. كنت كنعمل جوج د الحصص، دابا كنعمل 3 د الحصص. والحمد لله والمحسنين قايمين بينا وفرمليات ديالنا طبيبة ديالنا، والله يعطيهم اللهم يا ربي زيدهم حسنا. هذا دليل القوة، حيتاش في الأول الإنسان كيجيه صعيب شوية سمعتي، ولكن دابا الحمد لله الإنسان ماشي كيمارس معاه هو شوية شوية، ربي سبحانه وتعالى كيبدل لك شوية شوية. شنو نطلبوا الله سبحانه وتعالى؟ شوية الإنسان إذا جاه النفساني في هذا المرض هذا كيجي قاصح شوية. أنا جاني شوية النفساني، كنطلب الله سبحانه وتعالى يعطينا ربي الصبر وندعيوا الدعوة اللي دعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وانصر الأنصار والمهاجرة. آمين آمين إن شاء الله تعالى. هو 8 مارس هو اليوم العالمي للدفاع عن حقوق النساء. بالنسبة لنا هي فرصة باش نلتفتوا لواحد الفئة ديال النساء اللي هي مهمشة واللي ما كنردوا لهم شي البال. كنهضروا هنا على النساء متعاطيات المخدرات اللي حنا كنكرموهم اليوم وكنحيوا فيهم القدرة ديالهم على تغيير، القدرة ديالهم على مكافحة الوصم، القدرة ديالهم على أنهم يجعلوا من 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 نفسهم ومن المعاناة ديالهم دافع من أجل تحقيق الكرامة ديالهم كنساء بدون تمييز وبدون وصم. حضرت معنا اليوم واحد المجموعه ديال العضوات ديال مجلس جهه طنجه تطوان الحسيمه مشكورات، وقدموا واحد الالتفاته طيبه في حق هؤلاء النساء ودعموهم معنويا وشجعوهم على الاستمرار في مكافحه مرض الادمان من جهه، وكذلك مكافحه تجليات هذا المرض على واقعهم الاجتماعي والنفسي والصحي. كلنا مع النساء مستخدمات المخدرات من أجل تحقيق مواطنة كاملة بدون تمييز وبدون وصم.
تعذبت بزاف من درجة بغاو يغتصبوني نعطوني تكرفصوا عليا، شفت بزاف الحاجات صعابين وانا بنت عائلة ماشي هذه الطريقة هذه. حتى جا هذا الدواء ميتادون وعمل فينا واحد الخير كبير بزاف مركز الإدمان. ايوا حيت دابا شي 9 سنين تعلمت الصنعة خياطة مزيان الحمد لله، تبدلت بزاف خدمت تبدلت حياتي ما حسن. كنقول كاع مرأة يوم سعيد، وكنهني جميع مرأة عربية، كنقول البنات اللي كنعرف زعما عملوا عزيمة وحيدوا من ديك الطريق ما كتأدي حتى شي منفعة، كتأدي عين الهالك. كنت كنقرا كنت عايله انا مزيونه تخوتي كلشي كيقولوا ماشي زعما كنشكر راسي، بنات صحابي كانوا كيغيروا مني بزاف. وكان نهار العاشر ما نساش ديك نهار العاشر هبت معاهم العاشر صافي تما ما زيدتي رجعت بقيت شي 15 يوم كنعمل باستيات وانا ما فطناش مي تخوت عند ماما الدار شي 5 ايام وانا نعسه، هي اللي كتغسل لي ماشي بزاف عجيب ديك هذا الموضوع والله العظيم. صافي ديك ساعتي كنا خرج مع بنات دخول صافي ديك ساعه لا هذيك ماشي انا شفته وليني متاكد هذيك الحاله اللي كنت فيها ماشي هي الحاله الانسان طبيعي. شو انا كنصح البنات من هذا المنبر ما يثقوش في بنات صحابهم، واللي تكون عندها صاحبتها راه ما كاينش صاحبتها مره تعمل الراجل يقدر ما يقدرش يطيحك في الفخ اللي كيطيحوا البنات بعطياتهم. المهم انا كنقول لكم البنات ما تشوفش صاحبتك ما كاينش صاحبتك، الوالدين عملوا فيهم كل شيء. انا ماما كانت كتقول لي عملي صاحبتي عملي كل شيء، انا ما كنتش كنسمع صدق جبتها في راسي وتكرفصت. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.